وينتظرون من رب العباد جائزتهم التي وعد الله سبحانه وتعالى بها عباده الصائمين حينما قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا الذي أجزي به. اللهم أذلنا جائزتك وأعتق رقابنا من النار. اللهم أكرمنا بجائزة الفرج والنصر العاجل غير الآجل يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، لا يتحرك متحرك إلا بإذنه، ولا يسكن ساكن إلا بإذنه. بالأمس كان الإفطار حراما، واليوم أصبح الصيام حراما، فمن الذي شرع ذلك؟ من بيده أمر العباد؟ من مالك الملك؟ من الملك الجبار الذي ينادي يوم القيامة وقد خمدت الملوك المتجبرة والزعماء المتكبرة تحت الثرون، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، ينادي الله سبحانه وتعالى: لمن الملك اليوم؟ من يجيب؟ الملك اليوم؟ فيجيب الله سبحانه وتعالى نفسه: لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. في يوم العيد اقترب العيد في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وهو الذي ملأ العد في عصره أطباق الدنيا حتى فاضت الأرزاق، ولم يجد أهل المال من يأخذ مال الزكاة، وعم العبد حتى انتقل إلى باقي المخلوقات، فأصبح الذئب يسير إلى جانب الغنم لا يعتدي عليها، لأن العبد إذا انتشر بين العباد انتقل إلى كل الخلائق. كم حكم سيدنا عمر بن عبد العزيز؟ كم احتاج من السنوات حتى ينفذ برنامجه الانتخابي؟ كم احتاج من الشهور حتى يطبق اصلاحاته؟ اتدرون كم حكم سيدنا عمر بن عبد العزيز؟ 30 شهرا هو حكم سيدنا عمر بن عبد العزيز. هذا الحاكم العادل وقد اضطرب العيد، تقول له زوجته فاطمة: إن الأولاد بحاجة إلى لباس جديد. فيقول معتذرا: والمال يفيض من الأبواب، ولكن ليس بين يدي عمر بن عبد العزيز، ليس لدينا ما نشتري لهم. فتقترح اقتراحا: استلف على راتبك من خزانة بيت المال. ويقتلع للوهلة الأولى ويذهب إلى خازن بيت المال: يا خازن بيت المال، أريدك أن تسلفني على راتبي 10 دراهم أشتري فيه ثيابا جديدة لأبنائي على العيد. ولكن خازن بيت المال الذي هو تلميذ من تلامذته وقد جعل قدوته أميره وخليفته، قال: يا أمير المؤمنين، أتضمن لي عمرك إلى بعد العيد؟ من يضمن عمره؟ قال: لا. قال: إذا كيف نطير؟ وعاد الخليفة حزينا ويرى أسف الحزن على وجهه، ولما دخل البيت نظرت زوجته في يديه ثم نظرت في وجهه وعلمت الحال، ونظر كذلك أبناءه الصالحون الذين تربوا في هذا البيت الصالح وعلموا الحال، فقالوا: يا أبتاه لا تحزن، فوالله في كل يوم لا نعصي الله
الله فيه هو لنا عيد. هذا العيد، العيد ليس لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد. هذا هو العيد. وأي عيد، وأي عيد، بأي حال عدت يا عيد؟ فما شهدت بلادنا قط مثل هذا العيد. ما كتبت وسطرت كتب التاريخ قط مثل هذا العيد. الحدائق التي انشئت ليلعب فيها الاطفال وتعلو ضحكاتهم فرحا بالعيد، تبكي لاهلها حالها، فلقد استبدلت الزهور بزهور خير منها، استبدلت بجسامين الشهداء تملا الحدائق، فعجز اهل الشهداء ان يصلوا بها الى المقابر، لانكم تعلمون الحال، وينتشر عبق دماء الشهداء في ارجاء بلادنا السوريه الحبيبه، ويسري في قلوب الصالحين المؤمنين، ويعاهدون الله عز وجل ان ينتصروا لشهدائهم وان يقفوا في وجه الظلمة والظالمين. اي عيد، اي عيد، انا اعلم ان قلوبكم جميعا تشعر بالوجل والخوف، وهي تصغي باذانها: اجاء المجرمون، اجاء المجرمون، واي اجرام؟ نرى الطائره التي كان من المفروض ان نشعر برؤيتها بالامان، فقد دفعنا ثمنها من عرقنا، ولكنها تأتي لتنشر الرعب في كل مكان، تأتي لتقتل هنا وهناك، وبعض أصحاب العقول العفنة يضحكون بأفواههم، يظنون أن هذه الطائرة تميز بين مؤيد ومعارض، واستعرض من أصيب، أهم معارضون؟ أهم حملة سلاح؟ أهؤلاء النساء؟ أهؤلاء الأطفال يحملون السلاح في وجه الدولة؟ قاتل الله الظالمين، قاتل الله الظالمين والطغاة ومن أيدهم وساندهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. والصلاة والسلام على سيد الكائنات سيدنا محمد نبي الرحمة، أرسله الله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعلن على الدنيا ثلاث كلمات، يعلن على الدنيا ثلاث كلمات يرسم من خلالها الخط العريض لمعاملته مع الناس ومعاملة الناس فيما بينهم، وهم يعبدون أرحم الراحمين الذين يتوجهون إليه بصلاتهم ويبدأون صلاتهم: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. يقول صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبعد أن ينير نور التشجيع على الرحمة يأتي نار الوعيد، فيقول صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. أرسله الله رحمة للعالمين. ونحن في يوم عيد يا إخوة، يوم عيد، يوم تراحم بين العباد، يوم يرحم الأخ فيه أخيه، يرحم فيه الإبن أبيه، يرحم فيه الأبناء آباءهم، يرحم فيه الجيران جيرانهم،
يوم يتطلب من عباد الله الصالحين أن يكونوا يدا واحدة، أن يجتمعوا على يد واحدة، أن يعتصموا بحبل الله ويسيروا مع الحق مشية رجل واحد يقف يجابهون الظالمين. وتعالوا يا إخوة ننطلق إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هناك بياناً سيصدر عن قائد الأمة أفضل خلق الله من أرسله الله رحمة للعالمين. وبعد أن استقبله أهل المدينة بالنشيد الخالد طلع البدر علينا من سنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. يجتمع الناس ليستمعون إلى بيان نبيهم، ويلتف حول النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرون والأنصار وهم مدججون بالسلاح ليريهم أن هذا المهاجر ليس لقمة سائغة لهم، وهم يكيدون المكائد على مر العصور والأزمان وتنصت الآذان. ويتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يطيل، لأن من كسر كلامه قل عمله، وهي بضع كلمات، بضع كلمات أسس بها رسول الله دولة الإسلام. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول بيان له في أول نشأة دولة الإسلام؟ قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بسلام. هذه خلاصة هدف هذا الدين. ويقول قائل: وأين ذهبت الصلوات والزكاة والحج والصيام؟ هذه ثمار لهذه الطاعات. فكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الإسلام بني على خمس. الخمس هي هذه الطاعات من صلاة وحج وصيام وزكاة. أما الإسلام فهو انعكاس لهذه الطاعات وثمرة تسمر لدى من يؤدي هذه الطاعات. فإذا صمت وصليت وزكيت وجب عليك أن تنشر السلام في أرجاء الأرض. ومن اسم الله ومن أسماء الله الحسنى السلام. أفشوا السلام ليشعر أخاك وجارك وقريبك ومن تتعامل معه أنه لم يأتي من قبلك له إلا السلام. أفشوا السلام وأنت تقف بين يدي ربك خمس مرات في اليوم لتخاطبه باسمه بأسمائه الرحمن الرحيم، تذكر أن عليك واجبا أن ترحم خلق الله وأن لا يصدر عنك لهم إلا سلام منك لأنك تعبد السلام. أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وهذه رمز للزكاة. أطعموا الطعام. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. كررها رسول الله ثلاثا. قالوا: من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال: من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. أفشوا السلام، لأن لكم في السلام وعدا من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما التقيت بأخ لك وقلت السلام عليكم نلت عشر حسنات، عشر حسنات. فإذا ما قلت ورحمة الله نلت عشر أخرى. فإذا ما قلت وبركاته نلت عشر أخرى. وجاء سيدنا عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم
يشكو سيدنا عليا. مما يشكو سيدنا علي؟ هل اغتصب له مالا؟ هل اعتدى على حقوقه؟ لا. مما تشكو يا سيدنا عمر؟ يا رسول الله، كلما التقيت أبا الحسن لا يبدأني بالسلام حتى أبدأه أنا. نادى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي: أصحيح يا أبا الحسن أنك لا تبدأ عمر أبدا بالسلام؟ قال: نعم يا رسول الله. لما يا أبا الحسن؟ قال: لأني سمعتك تقول: وخيركما الذي يبدأ بالسلام، فأردت له هذه الخيرية. ماذا يكلفك السلام؟ تبسمك في وجه أخيك صدقة. نحن بحاجة أن نتآلف فيما بيننا، أن نعتصم بحبل الله لنواجه الأخطار التي تحدق بأمتنا، الأخطار التي تحدق ببلدنا الحبيب سوريا وبعالمنا الإسلامي. وأطعموا الطعام واصلوا الأرحام. فيأتي العيد وينتهي العيد وفي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم متخاصمان. أيأتي العيد ويذهب العيد وفي أمة سيدنا محمد عاق لوالديه؟ أيأتي العيد ويذهب العيد وفي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آكل لحقوق الورثة؟ أي عيد هذا؟ أي رمضان هذا الذي صمناه إذا بقيت فينا هذه الخصال؟ الرحم متعلقة بعرش الرحمن، تقول: يا رب صل من وصلني واقطع من قطعني. والرحمة والرحم مشتقة من اسم الله الرحمن. إذا أردت من الله أن يرحمك فصل رحمة. ويوم العيد أهم يوم توصل فيه الأرحام، والأرحام كل أقاربك من جهة أبيك وأمك. في يوم العيد لا يجب أن يبقى قاطع رحم، لأن قاطع رحم يستنزل غضب الرب سبحانه وتعالى، ونحن بحاجة إلى رحمة الله عز وجل. ألا أدلكم على عمل إذا فعلتموه تحاببتم؟ صدق رسول الله. قال: يا رسول الله، أفشوا السلام بينكم. أفشوا السلام بينكم، فهل يفشي المسؤولون السلام بيننا؟ أيفشون بيننا سلاما؟ نسأل الله عز وجل أن يأخذ الظالمين أخذ عزيز مقتدر، وأن يعجل فرجه، وأن نسمع قريبا الفرج القريب لتعيش هذه الأمة السلام الذي طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أتباعه أن يفشوه فيما بينهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه، فيا فوز ويا فلاح المستغفرين. أستغفر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، شعار يبتعد منه فرائس الأعداء. الله أكبر رددها جيش سيدنا أبي عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد يوم حاصروا حمصة وتحصن أهلها داخلها. قال الجيش بصوت واحد: الله أكبر! فتهدمت أجزاء من سور حمص. وبعد فترة، وكان من عادة الجيش بين الحين والآخر أن تصدح أصواتهم بهذا الشعار الذي يزلزل حصون الأعداء إذا كان من يطلقه صادقا مع الله. ثم جاء النداء الآخر: الله أكبر! فتهدمت أجزاء أخرى من سور حمص، وأهل حمص يدهشون. ما الذي يحدث؟ لماذا تدك هذه الحصون؟ ليس هناك مجانب مناجم، وليس هناك دبابات في عهدهم. وجاءت صيحة أخرى: الله أكبر!
ويتهدم جزء سادس من سور حفص، فما كان من أهل حفص وقساوستها إلا أن انطلقوا إلى هذا الجيش وطلبوا منه الصلح ودفعوا له الجزية. ولكن تعلمون القصة، بعد فترة قليلة جاء الاستدعاء لجيش الإسلام لينفذ جيشا في مكان آخر، فطلب من الجيش أن ينسحب من حمص، ولكنهم قبل انسحابهم نادوا قادة حمص، قالوا: هذه أموالكم التي دفعتموها إلينا نعيدها إليكم. لما؟ لأن أخذناها منكم لأننا سنغادر حمص إلى ما بعد حمص، ندعو إلى رسالة ربنا، فتكونوا أنتم في حمايتنا، أما الآن فنحن مغادرون ولسنا بما ليس بمقدورنا أن نحميكم، فهذه الأموال ليست من حقنا. ماذا يفعل الناس أمام هذا الخلق؟ فدخل أهل حمص في دين الله أفواجا. بالأخلاق يا إخوة نكتسب قلوب الناس، لا بالعنجهية ولا بالتكبر، ونحن الآن بحاجة إلى أن نكتسب قلوب الناس وأن نوحد الصف، ففي وحدة الصف نصر للأمة، ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم وحد كلمة المجاهدين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء المبشرين بعد نبيهم بالرعاية والاصطفاء، وارض اللهم عن أمهات المؤمنين وعن التابعين ومن سار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم اجعلنا ممن أعتق رقابهم من النار، اللهم ألنا جائزتك يا عزيز يا غفار مغفرة لما سبق من ذنوبنا، وأدخلنا برحمتك جنتك يا حي يا قيوم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم كف أيدي الظالمين عنا، اللهم من أراد بلادنا بخير فخذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بسوء فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نجعلك في نحور الأعداء ونعوذ بك من شرورهم، اللهم عليك بالظالمين الطغاة فإنهم لا يعجزونك، يا ربنا إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم يا ربنا سوط عذاب، وقل لهم يا إلهنا بالمرصاد، اللهم شتت جمعهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم أيد المجاهدين الذين يقفون في وجه الظلم والظالمين، اللهم أيدهم بمدد من عندك، واجعل رايتهم هي العليا وراية الذين ظلموا السفلى، إنك أنت القادر على ذلك، عجل فرجك يا الله. آمنا في أوطاننا، اللهم من أراد أن يضمينا بسهم أو بطلقة مدفعية أو طلقة طائرة فرد تلك الطلقات إلى نحورهم، واشف صدور قوم المؤمنين، استجب لدعاء المظلومين يا حي يا قيوم، ارحم دموع الأطفال التي استبدلت ضحكاتهم في العيد إلى أحزان متهجمة، ارحم دموع الأمهات التي ملأت عيونها الدموع حزنا على أبنائها الذين انتقلوا إلى رحمتك، والذين حبسوا وثقلوا والسجون في غياهب السجون ظلما وعدوانا. اللهم فرج عن إخوتنا المعتقلين، اللهم كف أيدي الظالمين عنهم، اللهم أطلق سراح أمة سيدنا محمد من اعتقل منهم في أسرع وقت يا رب العالمين، وفرج عنا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وكل عام وأنتم بخير. نسأل الله عز وجل أن يعيده على الأمة الإسلامية على أحسن حال، وقد رفرفت رايات الحرية في جميع ربوع الأمة الإسلامية وما زالت عليه بعزيز. والسلام عليكم ورحمة الله.